متتبعي قناة أشكال، نحن الآن نتواجد بمدينة البيضاء، بالضبط منطقة حي محمدي. حادثة سير مميتة راح الضحية ديالها شاب مغربي في مقتبل العمر منطقة بلفدير. خليكم معنا متتبعي قناة أشكال باش نشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع. كما تلاحظون متتبعي قناة أشكال، في هذه اللحظات منطقة بلفدير حادثة سير مميتة اللي كتوقع أول مرة في هذه المنطقة. بلفدير الغنية على التعريف. كما تلاحظون تتبعي قناة أشكين، في هذه اللحظات لجل الشخص الميت تحت عجلات هذه الحافلة. فدائما اللي تيوقع أن بعض الناس اللي كتكون كتنزل من الطوبيس فبسرعة ديال العجلات كيمي واحد النوع من الثياب دائما تيبقى في الباب، كيتسد عليك الباب، يعني كيتسد الباب والطوبيس كيزيد. هذا الشيء اللي وقع في هذه الحاله، هذه جوج الاشخاص، واحد راه متوفي والثاني غينقلوه على وجه السرعه الى مستشفى محمد الخامس من اجل تلقات العلاجات الاوليه. لازلنا بمنطقه بلفدير حي محمدي متتبعي قناه أشكين. لنذكر الجميع فهذا هو شارع إيميزولا، شارع إيميزولا المؤدي إلى منطقة عين سبع ومنطقة الحي محمدي. في اللحظات شارع إيميزولا قرب عمود الغني عن التعريف. نتأسف متتبعي قناة أشكال على هذه الحادثة. في هذه اللحظات في المكان اللي كتشوفوا هذا الكرتون تما فين وقعت عملية الدهس بالخطأ، بالضبط شارع إيميزولا. فهذه هي مكان رومبو الياسير قرب مسجد الياسير بلفدير. فكما كتشوفوا تتبعي قناة أشكين، هذوك الأضواء اللي كاينين قدام راه ديال شارع محمد الخامس. هنا نقطة الالتقاء ما بين الأمن الوطني ديال منطقة حي محمدي والأمن الوطني منطقة أنفا المعارف. تتبعي قناة أشكين في نفس الحادثة، وهذه اللحظات حضور سيارة نقل الأموات من أجل نقل هذه الضحية رحمه الله إلى مستودع الأموات. هذه اللحظات متتبعي قناة أشكين يتم نقل المرحوم إلى مستودع الأموات. متتبعي قناة أشكين لازلنا في نفس المكان، وفي هذه اللحظات يتم استخراج الضحية من تحت العجلات. ما غيمكنش نقل لكم الصورة ديال هذا الشخص لأن ملطخة بالدماء، ويصعب الأمر أن نوضعوا مثل هذه الفيديوهات اللي هما غير لائقين للجميع. السنفار أمني بعين المكان. في هذه اللحظات مشكورين رجال الشرطة وكذلك رجال الوقاية المدنية. صافي ما كاينش المجهد، صافي وفي هذه اللحظات متتبعي قناة أشكين قد يتم نقل الضحية والمرحوم إلى مستودع الأموات طب الرحمة، مستودع أموات طب التشريح الرحمة. استنفار كبير في هذا المكان. شارع إيميزولا. إلى هنا نستودعكم الله متتبعي قناة أشكين، على أمل أن نلتقي في موضوع آخر إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكين من بلاي ستور وأب ستور.